هذه أقوى دعوة مستجابة راح تشوفه بحياتك. دعوة أشبه بالآر بي جي. هذا شخص لو دعا عليك يوم من الأيام، اعلم من روحك ستفارق الحياة خلال ثواني. أنا ما خلاني أحتار إلا سرعة استجابة الدعوة. الدعوة سريعة جدا، شلون أقول لك، يعني ممكن أسرع من نت 5G زين. هذا أوريكم الفيديو، والظاهر إنكم تحسبوني جالس أطقطق، لكن بوريكم سرعته وبحط لكم أيضا عداد للثواني عشان يساعدكم. امسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو. أسرع دعوة مستجابة بالتالي. يلعب حادث كذا، بوف. يلعب امك. شك شك معك. صبر الله. يلعب امك. بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين حتى ثانية ما كملت الدعوة، ثانية ما كملت. تقدرون ترجعون تتأكدون، بس يا رب انه ما يدعي علي اني خذيت مقطعه ونشرته. والله ما لي دخل، متابعين هم اللي مسوي لي منشن. اسكت يا اخي. اسكت. 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 سايكو بيكو. سايكو ناو ناو ناو. ولي مستويكو. السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم بكل خير. اليوم مقطعنا عبارة عن فيديوهات غريبة على فيديوهات جن، بالعربي فيديوهات مخيفة. شكرا لكل شخص يسوي لي منشن بالتيك توك على هذه المقاطع. انا ترى كل ما علي اني اخذ هذه المقاطع وانزلها لكم. كل هذه المقاطع من اختيار المتابعين او فئة منهم اللي يسوي لي منشن، الله يعطيهم الف عافية. وبس اللايك والتسلايك كلهم ما لهم فايدة، بس اللايك والتسلايك. لا تنسى تشترك عندي اذا كنت ضيف جديد وتحب كل شيء جديد. انا بيبسي وخلونا مع الفيديو. ثاني فيديو، هذا الفيديو جديد، تقريبا هذه السالفة ما لها إلا أسبوع أو أقل من أسبوع. صار هذا الحدث بمحافظة مزاحمية قريب من مدينة الرياض. طبعا هذا شخص جالس يطير طيران مظلي، ومعروف أن الطيران المظلي يعتبر مهارة وله متطلبات، مثل ما يكون عندك أمراض وزن معين يبيله مهارة وممارسة. طبعا هو جالس يطير بمزاحمية ومجمعين الناس حوله، فجأة بدون أي سابق انذار طاح. ومعروف أن طيحة الطيران المظلي غالبا تنتهي بأشياء مأساوية. الطيران المظلي أشبه تسلق الجبال، أي خطأ الله يرحمه. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. طيب خلينا نشوف الفيديو من زاوية أخرى. طح 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 طح. طبعا سقوطه كان مفاجئ، واتمنى ان شاء الله ان ما جت في اصابات، او نتمنى بعد ان شاء الله انه حي. كان سقوطه غريب جدا، واكيد انه ما راح يطير طيران مظلي الا هو متمكن منه، ولكن شوفوا وش السبب اللي خلاه يطيح. دبرك هذا يا راعي الطياره، تحملني طال عمرك. انا هني انا ورجيجي متعدينك في العين، عطانك اياها بس بحملنا طال عمرك. طبعا اللي ما فهم السالفين، هذولا اثنين كانوا جالسين يراعون للرجال وهو يطير، كانوا يتحدون انهم راح يعطونه عين، الظاهر يحسبون روح الرجال لعبه، وعطوه عين وطاح الرجال. شوفوا سبحان الله، والحين جايين يطلبون الحل. دبرك هذا يا راعي الطياره. الله يهديهم ويهدينا. والرجال اللي طاح الى حد الان ما ندري وش صار عليه، لكن ان شاء الله انه قري اذكاره وسلم. والله درس غريب يعلمك انك لا تطلع من بيتك الا وانت قري اذكارك. ثالث فيديو، وممكن هذا اكثر فيديو اليوم راح تشوفونه يفضخ القلب. طبعا يقال هذا الفيديو ان باكستاني ماسك جني او جنيه، والغريب ان نفس الباكستاني هذا جالس يراعي الثوب او يراعي الملابس وعليه دم، وكانه يهدد الجنيه والجنيه كانه بيضربه وما ادري ايش يسوي. والغريب ان عائله الباكستاني او كانهم اهل الباكستاني هذا جالسين يراعون من بعيد. فيديو غريب وما له تفسير، شوفوا الفيديو. اجانا فريب له اني كيشاكي मेरे बक्की पई है कपड़े चेक करो मेरे अरे पड़ी बुला पीछा होते भाई पीछा होते और नहीं नहीं कुछ नहीं होता पीछा होते पीछा होते शायद ये है कि की शायद पता ही लगे ना ये तो गाल नहीं पता है हां नहीं किसी मौलवी सदो यार ये काम खराब हो गया मेरा खून खून बग जाता है लंबो लेस सदाओ याद तेरे थोड़ा दूर रहो तुम पासे रहो ना पासे हो तो पासे ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਵਾ ਕੋ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੜ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰਾ ਸਾਕੇ ਹਾਂ ਛੱਡ
पहला ना ना बहनी के मारा तेरे में दूर हो पहला ना भैया राम طبعا برايكم وش هذا؟ اجلس بحالله تحيرت يا اخي يقول هذا تمثيل لكن ما ادري حركه هذا الجني والجنيه يا اخي غريبه ما احسها حركه انسان ابدا يعني حتى الانسان لو يبي يمثل كذا احس انه مستحيل يقدر يمثل كذا شيء بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرعب الله يكفي نشر اكتبوا لي بالتعليقات تحليلاتكم والله في ناس ما شاء الله عندي من المشتركين تحليلاتهم جدا تعجبن يفسرون الاشياء بشكل منطقي جد سبحان الله ترى انا مثلكم جالس اشوف هذا المقطع ومستغرب مثلكم بالضبط رابع فيديو وهذه أنا متأكد أنك ممكن أقوى عين راح تشوفه بحياتك هذا الفيديو مصور بالعراق لشخصين واحد جالس يصور واحد هو سبب الجريمة جالس يتحداه ويقول أتحداك تعطي هذه اللمبة عين والله يا عيال ولا أقول مبالغة فجر اللمبة تفجير أبيكم تمسكون قلوبكم وتشوفون الفيديو أتحداك إذا طفيت هذا القلوب هذا القلوب بخيل العباس مو قلوب مع الزكارة العين حق ولكن صراحة أنا ما أدري ممكن يكون الفيديو تمثيل أو مزيف لكن على اللي نشوفه بعيوننا شيء مرعب وأنا غالبا المقاطع العربية للأمانة صدقة للأمانة عينه أشبه بطلقات سلاح خامس وآخر فيديو وللأمانة هذا من أرعب الفيديوهات اللي شفتها هذا الفيديو تقريبا قديم عام 2019 الموقف صار الريان الأحمر مجرم جيمز تخيلوا وهو طالع الساعة 12 بالليل رايح للبر يبي يقص قصة شاف موقف قدام عيونه ما هو طبيعي هذا الموقف شاف واحد مر من قدامه والمشكلة بر وخلا يعني ما فيه أحد شوفوا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم يا أخوان دخلنا بر لكن ما أدري وين نوقف يسار ولا يمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله ايش هذا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ادمي ريان هذا ادمي ريان هذا ادمي هذا ادمي ما عليك بسم الله الرحمن الرحيم وبس أهنيك إذا وصلت لهذه الدقيقة أهنيك إنك تمتلك قلب قوي هذا كان مقطعنا واكتبوا لي بالتعليقات وش تبون الفيديو القادم وبس شكرا لك على المشاهدة ومع السلامة